السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله النهاردة أقدم حاجة يا رب تفيدكم إن شاء الله، وهو بديل السريلاك. يا رب احفظ أولادنا جميعا يا رب من أي شر. أنا عايزة بس أقول بديل السريلاك بعد ارتفاع سعر الدولار، وأساسا المكونات بتاعته سهلة جدا. يعني أنت لما تشوف على العلبة تحس إن هو أصلا العبوة بتاعته نفسها ما بتقعدش معاك كتير. ومثلا وسيلة الحفظ بتاعته وسيلة التخزين، لو العلبة مثلا متخزنة في مكان مش كويس أو تخزين خطأ، لا قدر الله بتلاقي جواها يعني ديدان. فأنتي خليكي دايما محافظة على سلامة ابنك أو بنتك من أي مخاطر. على قد ما تقدري تكوني بتحضري له حاجات في البيت، وفي نفس الوقت تكوني ايه يعني لها بديل. ما تحدديش نفسك بحاجة وبعد كده تحس انك ما تقدريش يعني ايه انك تبطليها. لا، كل حاجة لها طرق كتير. انا هنا هو عندي البديل بقى ان شاء الله، بديل الاستريلاك نفسه، هو ان انا انزل اي سوبر ماركت على رف البسكوت كله او البسكويت كله. في عندي بسكوت، على فكرة ده بسكوت ماري، بسكوت سادة، وفي بسكوت اسمه ديجستيف، ده بالقمح، على فكرة جميل جدا. في انواع كتير من البسكوت، في بالشوفان، في بالقمح، في انت بتشوف المكونات اللي على العلبة وبتجيبيها. انت مثلا هتجيبي علبة زي دي براحتك يعني، وبتبقي عارفة ايه المكونات اللي عليها عشان تفيدي طفلك بقدر الامكان بالفيتامينات اللي بتبقى موجودة في الحاجة. وحاولي تجيبي الحاجة يعني مثلا لو قمح تجيبيه اللي هو قمح حبوب كاملة، ما يبقاش مثلا اللي هو بيبقى مقشور، لا هاتي الحبوب انها تكون كاملة. وباجي هنا مثلا عندي اهوت، بكون هنا مجهزة مثلا كوبايات عندي. هو الحمد لله مازن يعني كبر على الحاجات دي، بس انا قلت افيدكم ان شاء الله. بكون مثلا مجهزة كوبايتين عشان اوريك حاجة بس. وبكون مثلا عندي مية سخنة، بحط في كوباية على البسكوت ده شوية مية سخنة، حاجة بسيطة بس تبوش البسكوت. والكوباية التانية ممكن استبدل المية السخنة دي، استبدلها مثلا ايه بحلبة، بينسون، اي حاجة تريح بطن الطفل. الطفل اصلا بيبقى بطنه في اول شهور كده بتبقى بطنه مش مستقرة، فانت ايه لو لقياه متقبل مثلا معاكي بياكل ما شاء الله، يعني حوار البسكوت ده مرة بغيره له، خلاها مرة بمية بس، مية تانية مرة تانية بحلبة، مرة بينسون، هو يبوش خالص البسكوت، هيعمل زي السريلاك بالظبط. يعني بجد والله يبقى عامل زي السريلاك. ده غير ان باختيارك، يعني باختيارك انك تجيبي البسكوت زي ما انا قلت لك، قمح كامل، شوفان، بسكوت ماري زي ده. اهم حاجة يكون البسكوت سادة، كله باختيارك. اهو بصوا اهو، وده يتعمل في وقتها. في برضو هنا عندي طريقة تانية كمان لو الطفل بقى كبير شوية، يعني اوريكو بس كده لو هو بقى كبير شوية يعني ما شاء الله. ان انا بدل ما احط اسقسق مثلا الحاجة دي في مية او مشروب دافي، احطها له بسكوتين مثلا في شوية زبادي، هيبوش برضو في قلب الزبادي. يعني البسكوت اجيب كوباية زي دي كده، واقوم جاي حاطه شويه زبادي، معلقتين وبسكوتين او ثلاثه، واسيب البسكوت ده هيبوش، هسيبه بس شويه الاقيه باش في قلب الزبادي، وابتدي بقى اكله بسم الله. شوفوا دي بتتاكل في وقتها، لو استنت شويه حلاها خلاص يعني خلاص كده. واللي باليانسون اهيت جميله جدا ما شاء الله، وبرده هتجمد هتمسك، وانت مش هتوفري بس، يعني انت برضو هتغيروا له في الاكل. مره تجيبي له علبه مثلا بشوفان، مره تجيبي له علبه بالقمح، غيري، مش يبقى كله نفس المستوى. ويا رب اكون فدتك باي حاجه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.